بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل البروجرامنج للإكسرسايز اللي احنا شغالين عليه، وبنيجي للفيز نمبر 2 اللي هو الماتيريال ريموفال. عشان نعرف عملية الماتيريال ريموفال هتتم ازاي، زي ما شرحت لكم في المقاطع السابقة، لابد اني انا اعرف ما هي النقاط التي سوف يتم ليها عملية البرمجة، وبالتالي حددنا التيبل اللي موجود قدامنا ان احنا قلنا له ان احنا هنشتغل ابسوليوت والبوينتس اللي هي موجودة from A to K. تعال نشوف على الرسم النقاط دي. انا كل اللي انا عملته ان انا حددت الاكس اللي هي عبارة عن الديامتر اللي انا هوصل له لكل نقطة، والزد اللي هي المسافة اللي انا همشيها longitudinal. فجيت هنا قلت له أنا أول مستوى هشتغل عنده اللي هو إيه، إن أنا عايز أعمل هذا الأرك، فما هي نقطة البداية لهذا الأرك؟ قال لي إن نقطة البداية A اللي هي موجودة هنا، وبعدين نقطة النهاية لهذا الأرك هي نقطة B. يبقى أنا كده حققت الأرك. بنتقل للنقطة اللي بعد منها اللي هي نقطة C. يبقى زي ما أنت ملاحظ، ما هي النقاط اللي أنا محددها لك على الرسم دي كلها إيه؟ هي النقاط اللي أنا هوصل بيها للطول. دي بنسميها إيه؟ المسار بتاع الطول بتاعنا. الطول هيمشي إزاي في هذا المسار كده، شوف، إلى أن يخلق هذا إيه؟ الشكل. طيب يبقى إذا إحنا بنقول أدي أول نقطة خلصنا الأرك، بعد كده مشيت إلى النقطة C، خلصت نقطة C اللي هي longitudinal turning، انتقلت إلى إن أنا عايز أعمل البيفل، فلازم أحدد النقطة دي، وبعد ما أخلص السمول دايمتر أحدد ما هي المسافة الإكس والزد اللي أنا هجيب اللارج دايمتر، والإكس يبقى اللارج دايمتر اللي هي 0.7، وأعرف ما هي المسافة زد اللي أنا همشيها. يبقى كده كل المسافات اللي أنا بمشيها هي موجودة أبسوليوت. بكمل إني أنا أعرف النقطة بعد كده F G H I J K. إذا أحسن طريقة عشان تقدر تعمل بروجرامنج لإكسرسايز زي ده إن أنت تحدد فين النقاط، ما هو المسار بتاع الطول، عن طريق إن أنت تعمل تيبل زي ده تحدد فيه النقاط اللي أنت هتشتغل بيها. زي ما أنت شايف النقاط اتحددت إلى أن وصلنا من أول نقطة اللي هي الـ A اللي هي 0.3 وزيرو. هتقول لي انت جبت زيرو ده منين؟ مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا دي الورك بيس 0.0، فان هي المستوى ده اللي انا واقف عنده، الزد فيه بكام؟ بزيرو. الاكس بكام؟ اهو مشي في الاكس، اكس اللي هي دايمترز يا شباب، خلاص اللي هي دايمترز 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 اند سو اون. فمثلا لو جينا عند النقطه اي يقول لي ايه الاكس بتاعتها بكام؟ قال لي ب 0.7، والزد بكام؟ 0.710. طب انا جبت منين ال 0.710؟ ده اللي ان شاء الله هنعرض له في السلايدز ان شاء الله القادمه، ان انا بعرف ازاي احسب قيمه المسافه اللي هي موجوده قدامي اللي هي ب 0.060 بتضاف وهكذا، ونعرف ان الكلام ده بيتعمل ازاي. طيب يبقى اذا انا هعمل النقاط دي البدايه عشان اعرف اعمل عمليه ايه؟ الميتر ريموف. طيب تعالى نشوف بقى ايه بداية هنعمل ايه. قال لي خلاص، يبقى هبدأ انا اول حاجة اقول له N35، احنا وقفنا عند N30 في الخطوة السابقة، G00 X.3 Z.05، ان انا كل ده انا عملت ايه بقى؟ اكس ب 0.3 و 0.05، ان انا جيت هنا وقفت عند هذه النقطة ب 0.3. هتقول لي الله انت عملت تاتش الشغلة، انا طالما بقول G00 يبقى انا عملت رابط بوزيشن، وقفت عند الاكس اللي هي ب 0.3 هنا اهو، مش دي 0.5، فانا دي نقطة البداية لهذا الارك، وخليت الزد بعيدة شوية لان انا ما ينفعش ان انا اجي برابط بوزيشن واعمل كونتاكت مع الورك بيس. فقال لي دي اول نقطة، دي G00 اللي هي رابط ترافرس مود 0.3 tool point at 0.3 diameter for start 0.1 radius، خلاص اللي هي ايه النقطة A. فبعد كده قال لي N40 G01 زد بزيرو. يبقى انا خد بالك بقى ان انا عشان اعمل التاتش للشغلانة جيت الاول قلت له بزد في الخطوه السابقه زد ب 0.05، وجيت عشان اعمل تاتش للشغلانه عند النقطه اللي هو بالاكس ب 0.3 ان انا قلت له G01، يبقى انا هعمل ايه؟ لينير انتربوليشن. طب وليه ما عملتهاش بالجي 0؟ الجي 0 بقول له ايه؟ رابيد بوزيشن. ده ممكن كده اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ صدمه للتول مع الورك بيس. لا انا عايز ايه؟ اخلي التول يمشي فيري سلو، لان احنا قلنا جي 01 هي ايه؟ بعمل قط في قلب الشغلانه، فانا همشي المسافه دي من الخارج كده الى ان اصل الى بدايه ايه النقطه اللي هعمل منها الارك. فعملتها جي 01 زد 0 لينير انتربوليشن فيد، وبعدين تول بوينت تاتشنج اند اوف ذا ورك
بليز اللي هي زد 00. نيجي نكمل نقول له ايه، هنبدا نعمل الارك. يبقى دي اول حاجه هنعملها زي ما انا مرقم لك النقاط كده، هبدا اعمل الارك. كده احنا واقفين فين؟ عند النقطه ايه. هنعمل الارك، يبقى انا همشي كده اهو. يبقى انا هعمل جي 02 ولا جي 03؟ قال لي لا ده ارك من الخارج، انا همشي كده اهو. يبقى اذا انا هشتغل بجي 03. خلاص انا ماشي ايه كاونتر كلوكوايز. فقال لي جي 03 اللي هي سيركل انتربوليشن كاونتر كلوكوايز. وبعدين بقى ايه محتاج ان انا اعرف ايه الثلاث حاجات اللي قلتهم، اكس زد ار. طيب اكس بكام اللي انا همشيها؟ قال لي اكس هي عباره عن اللارجست ديامتر اوف ذا راديوس، اللي هو بكام عندنا اكس بوينت 5. وبعدين الزد اللي انا همشيها، همشي زد بقد ايه؟ بماينس 0.1. يبقى انا ايه كده جبت قيمه الزد اللي هي الاند الاند اوف راديوس اللي هو بتاع او البوينت 5 دايمتر. وبعدين محتاج ان انا اعرف مين ما هي قيمه الريد فاليو اوف ذا راديوس اللي انا هعمل بيه الارك. يبقى ايه ار بالبوينت 1. يبقى اذا بكده اكون قدرت اني انا اعمل ايه الارك اللي موجود قدامي عن طريق معرفه الكود اللي انا هشتغل عليه والاكس او اللارجست ديامتر اللي هو بالبوينت 5. وبعدين اعرف الزد اللي انا همشيها اللي هي عباره عن قيمه الراديوس اللي انا مشيت له بماينس 0.1، وانتهيت بقيمه الراديوس. وادي طريقه كتابه الكود جي 03 اكس 0.5 زد ماينس 0.1 ار بي 0.1.